مرحبا بكم يا أصدقائي في صندوق فاهم للأشكال. هيا بنا اليوم نتعرف على أربعة أشكال جديدة. خروف، قل معي خروف. غواصة، قل معي غواصة. دودة، قل معي دودة. حذاء، قل معي حذاء. والآن هل تستطيعون يا أصدقائي مساعدتي في توصيل كل شكل بظله؟ هيا بنا نبدأ بتوصيل الخروف. هل عرفتم مكانه؟ أحسنتم يا أصدقائي. هيا بنا نقوم بتوصيل الغواصة. هل عرفتم مكانها؟ أحسنتم يا أصدقائي. هيا بنا نقوم بتوصيل الدودة. هل عرفتم مكانها؟ أحسنتم يا أصدقائي. هيا بنا نقوم بتوصيل الحذاء. هل عرفتم مكانه؟ أحسنتم يا أصدقائي. والآن هل تستطيعون التعرف على هذا الشكل؟ إذا عرفتم فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو. وإذا أردت الاستمتاع بكل ما هو جديد فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك في القناة.